هاي. براءة اختراع أول رولر كوستر لمدينة ملاهي حصل عليها الأمريكي أدوين بريسكوت ب 16 آب 1898، مع أنه اختراع فرنسي مشابه نعرف بفير سنتريفوج نوجد بفرنسا قبل بخمسين سنة، يعني بال 1848. بتضم الصين العدد الأكبر بالعالم لقطارات رولر كوسترز يلي بيوصل ل 824، تتبع الولايات المتحدة الأمريكية مع 659. أما بقطار فورمولا روسا بأبو ظبي فبيوصل لسرعة قياسية بتبلغ 149 متر بالساعة. مين قال إنه هالقطار بيتسمى مونتانيوروس بالفرنساوي لأنه بيشبه المنحدرات الجليدية حول مدينة سانت بيترسبرغ؟ أنا قال بشوفكم بكرة.